الشاعر سنيتان المطيري، حياك الله معنا في برنامج وينك. الله يحييك، يا هلا مرحبا اخوي محمد، وانا سعيد جدا اني اكون معك في هالبرنامج. واحنا اسعد ابو نواف وشاكرين قبول دعوه البرنامج. الله يرضى عليك، بالعكس انا الشرف لي وانا شاكر لكم. من ذوقك، خلنا نبدا حوارنا اليوم معك بوينك. وينك هذه سمعتها كثير. موجود يعني، ولكن مشاغل الحياة والأسرة ومطالب الحياة تعرف تأخذ الواحد أحيانا من أشياء يحبها يعني. وأذكر أن هالسؤال هذا وجه لي من أخويا الأخ الصديق والزميل الشاعر الصحفي علي مفضي. سبق أن وجه لي هالسؤال، مثل هالسؤال هذا وكثير وجه لي طبعا، لكن خلنا بختار أبو عادل يعني يكفي عن الجميع. فأذكر أني قلت له يعني يا علي، عن بحر القصيد وشواطيه، مركب مطاليب الحياة أنت حابي، أقبلت له عاشق وقفيت شاريه، والصدق كان برحلتي هو ذهابي، لما كتبته يا علي رغبة فيه، ولا كانت الشهرة بجدول إحسابي، أيام كان الجرح فيني يناديه، وسري بليل يم غيره سرابي، ليل على بوابة الشوق نرجيه، يا كثر ما هو باعني واشترابي، كانت جروحي هي حقيقة معانيه، واليوم صمتي هو حقيقة عذابي. الله صح حسان، تسلم. صمتي هو حقيقة عذابي. هل هذا الصمت يعني احتجاج أو تعبير عن موقف أو لا؟ تعرف الشباب أول مندفع في البداية يكون عنده القدرة وعنده اللياقة الشعرية، عنده اللياقة أنه يذهب وين ما يروح ينافس ويقرأ، وعنده القدرة يعني حتى الفراغ والقدرة الثنتين، فتعطيك طاقة شوي يعني. وغير كذا طبعا نفس الشيء، الاندفاع الجروح الأولى والمعاناة الأولى تبدأ تخمد، تبدأ تهدأ يعني، تصل مرحلة من العمر انك تهدى الطاقة، تهدى الامور، فتبدأ تتعامل. الشعر يبقى يعني صوت لاشياء اخرى اذا خمدت الاشياء هذه، لكن احيانا ممكن يكون الصمت احتجاج جميل يعني على شيء تشوفه ما هو معجبك فتنسحب بهدوء يعني. هل انت شايف شيء مو عاجبك في الساحة الشعرية؟ لا والله لا بس انه في الفترة اللي انا فيها لا والله يعني بالعكس، انا مجموعتنا وما يعني يطلقون عليها مجموعة الثمانينات يعني، فبالعكس كانت مجموعة جميلة واخذنا فيها مجالنا واخذنا فيها راحتنا وقدمنا الشيء اللي عندنا. فتبدأ الأمور عندك لما تصل إلى مرحلة أنك وصلت إلى الناس، يبدأ عندك تبدأ تنتقل إلى مرحلة الاختيار يعني، تبدأ ما تطلع في أي مناسبة، تبدأ تبحث عن ما يجعلك تبقى في ذاكرة هالناس. لكن في البداية أنت تصارع من أجل أنك تجد لك موطأ قدم في هالساحة. هل تشوف أنه أنت موجود في ذاكرة الناس أو شعراء جيل الثمانينات لازم؟ أتمنى أن يكون موجود، وأعتقد أني لمست هالشيء من خلال لما دخلت تويتر ولما دخلت يعني وسائل التصال هذه الحديثة. وجدت يعني وجدت ناس إلى الحين حافظين بعض القصائد، بعض الانتاج الشعري القديم يعني، واتوقع انه هذه طبيعه الحياه، انك تطلع في فتره من الفترات تكون تقدم شيء، تكون نجم معين في 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 اي مجال يعني، مو مجال الشعر، وبعدين يجي جيل بعدك يستلم الرايه. مو بالضروره انك تكون انت يعني نجم في لكل الاجيال يعني، طبيعيه ذي. لمست حب الناس في تويتر؟ لمست شوقهم لكم، شوقهم لي يعني هذه الفتره نجوم الثمانينات؟ ايه كثير. قصائدكم في ذيك كثير كثير كثير، وهذا اللي غرانا يعني. انا يا واحد، انا بالنسبه اتكلم عن نفسي يعني، انا بالنسبه لي الصدى اللي وجدته في تويتر بالعكس انا هو اللي غراني اني ابقى في تويتر، وهو اللي يعني يعني نافذه يمكن لل نافذه. ووجدت انه انسحابك في فتره معينه كان شيء جميل. ليش انسحابي كان شيء جميل؟ لانك بقيت القصائد الأولى، بقي مثلا صنيتان الأول، ما بقى إلى أن بدأ يقدم ما أقل من مستوى الأول. فبالعكس أنا وجدت القصائد الأولى، وجدت الجمهور ما زال يحفظ بعض القصائد، وصورتك ما زالت بالنسبة لهم
يعني شيء خرج واختفى فجأة، فيكون الشوق يكون له يعني التعامل معه يكون نسمع بلهفة. نسمع من هذه القصائد اللي لا زالت تردد إلى الآن، وتشوف أنت حب الناس لها، حضورها في ذاكرتهم كثيرة والله يا محمد. تعرف أنت لما تقولي ألقى معين، لكن بالنسبة لي أنا عندي لا تجرحيني، هذه أخذت في ذاك الوقت يعني أخذت صدى جميل نسمعها. إيه فيه أكذب عليك، فيه أعرفك حلم من طول عمري وأنا وك، فيه مجموعة قصائد نسمع شيء إيه. تختار لنا بأول القصائد اللي وجدتها أنا متعاملوا معها إلى الحين في تويتر وما زال الناس حافظة، اللي هي لا تجرحيني قدري وعذريني، وش تنفع الكلمة اللي قلت مشتاق ضاع الأمل وش عادنا في يديني، الصيف ما قدر ضمى خضر الأوراق خليني يرحل مع بقايا حنيني، والله يصبرني على جرحة الأشواق ما هو تهرب قلتها، شوف عيني شمس المحبة ما لها نية إشراق، يكفي معك قضيت زهرة سنيني، حلم مضى يا ليت راعيها ما فاق، مكتوبة واجه ما كتب في جبيني، وعزاي كل الخلق في حكم خلاق، ودنياك هذه كلها دمعتين، دمعة لقاء والثانية دمعة فراق. الله. الله يمكن هذا من أشهر أبياتك اللي هو شخص. هو هذا البيت اللي حفظ هالقصيدة يعني أنا والقصيدة كلنا متعلقين بهالبيت يعني، فيمكن هو بقى في الذاكرة فحفظ القصيدة، والعرب تقول يعني القصيدة بيت. إيش فلسفة القصيدة أو هذا البيت تحديدا، وليش لليوم الناس يعني ترددة؟ ما أدري، لكن يمكن يكون لأن في حكمة أنه الدنيا دمعتين، دمعة لقاء ودمعة فراق، يعني تبدأ بدمعة وتنتهي بدمعة، فيمكن لأنه كان شيء يمكن على الشعر الشعبي في ذاك الوقت، أو أنه في بداية مراحلك في بداية الشباب. وقصائد تعرف أنت قصائد جيلنا حنا كان فيها شوية تحديث في المفردة، اختلفنا عن آبائنا وربعنا وشيابنا الكبار اللي كانوا قبلنا، يعني كانت المفردة، ففجأة حنا انتقلنا إلى ما عاد القصيدة هالبارحة كذا ويوم أمس، لا بدت شوف الحين لا تجرحيني، بدينا في لا تجرحين، هذه مطلع القصيدة يعني. لكن يمكن البيت غراب جديد فيها يعني موقف إنه جديد لها موقف أو بيت حكم لها موقف. إيه طبعا لو هي نفسها إيش موقف هاش كان هي نفسها تتحدث عن أيه؟ البيت يتحدث يعني هي تعريف للدنيا يعني دنيا دمعتان يعني على ما قالوا الحكمة يعني. لا تجرحيني قدري واعذريني، وش تنفع الكلمة لي قلت مشتاق ضاع الأمل وش عادنا في يديني، الصيف ما قدر ضما خضر الأوراق، لا تجرحيني قدري الوالد الله يرحمه يعني كان له دور كبير في يعني تعليمك الشعر يمكن. لا هو الله يرحمه اي طبعا لا هو ما هو طبعا مو شاعر اي جدي شاعر لكن ابوي مو شاعر، جداني الاولين شعراء، خوالي شعراء، لكن الوالد يمكن مدرستي الاولى قبل الكتب يعني الله يرحمه كان يسمح لي اني اقول رايي، يسمح لي اني اتحدث في المجلس، يوفر لي الكتب رغم انه لا يقرا ولا يكتب، لكن الكتاب اللي انا به كان يساعدني يعطيني قيمته، يعني كان يطلب مني اني اجيب الكتاب اللي اذا كان كتاب شعر
يجيبني في المجلس عند الرجال الكبار ويقول اقر علينا، اذا الرجال سمعوا سوالف وقصص يقول لي وش انت حافظ، فيخليني اخذ دوري في المجلس. ما عنده القمع وانه الصغير هذا لازم ينزوي في مكان ثاني، يعطيني ثقه، يسمح لي اني اتحدث في المجلس عادي ما عنده مشكله. يعني كان له دور في يعني في بناء شخصيتي. إيه في بناء شخصيتي كثير، بالذات انه الله يرحمه كان عنده يعني يعني مجلس دائم، يعني كان موجود عنده يعني. وفيه كبار الشخصيات اللي نعرفها في القبيله او من خارج القبيله، فما فكان معطيني ثقه يعني. كتبت فيه الله يرحمه يعني، هو استاذي يعني. اذكر يقولون، ما اعتقد انه فرويد الظاهر قالوا له من هم معلمينك؟ فقال اشار لمكتبه خلفه فيها مجموعه كتب، فقال لهم هؤلاء يعني انا هذول معلميني زي يعني الكتب والاسماء الكبيره اللي انا قرات لها كان لها دور كبير في حياتي طبعا، في شخصيتي وفي شعري وفي كله، لكن يبقى معلمي الاول هو والدي الله يرحمه. كتبت فيه يعني الله يرحمه رثاء، ويمكن كتبت فيه قبل اي يعني في مرضه الاخير كان طبعا تعرف الذاكره شوي والزهايمر يعني، فكان يسولف عليك ويجيب السالفه مره ثانيه في المجلس وهو ما يدري طبعا، فالمجلس يدرون جالس يسولف سالفه وبعد شوي يسولف نفس السالفه يعني يعيدها مره ثانيه، عنده الذاكره شوي. ف تاثرت طبعا كثير يعني، لو خصوصا انه شخصيه يعني بالنسبه لي انا شخصيه غير طبيعيه يعني. فكان هو كأنه أحيانا يكتشف أنه قالها، أو أنه أحيانا يكتشف أنه أعادها يعني، فكأنه يحس بشيء يعني. فقلت له يعني الله يرحمه يعني أداعبه فيها، وسولف يا أبو خالد تطيب السواليف، سولف يا أبو خالد تطيب السواليف ما دام راعيها تسولف فعوله، وخلى السوالف بين ضحك وعجاريف، عندي خبر مخفيت لو ما تقوله، يا تاج راسي جعل ما شفت تخفيف، لعل نور البيت ما يزول زوله، يمطول السجدة ويا مكرم الضيف، يا وافي بالموجبات اشهدوا له، عطر على لسان رجال العواريف، لحل ذكرك فاح طيب ورجوله، منصة هل الجدعة وغيث الملاهيف، ربعه اللي ضاقت عليهم عنوله، 70 عام ما لحقها تحاسيف، عمر زرعته طيب عرضه وطوله، يا سيدي لئت الليالي على الكيف، وسوق عمر ما لحقنك خيوله، لكنها حكمة ولي التصاريف، رعى الذلول اليوم نوخ ذلوله. الله يرحمه. الله يرحمه. كتبت فيه في الرثاء؟ رثيته. ايه، ولو اني انا ما احب قصائد الرثاء، لكن يمكن ما قلتها، يعلم الله اني ما قلتها الا في يمكن في مهرجان الامير سعود بن بندر، لانه بدينا المهرجان في قصائد رثاء، فعلى غفله القيت قصيده الوالد يعني الله يرحمه، لكن يمكن ما احفظها طبعا، القصيده طويله، لكن اذكر منها تلفتت عيني ولا قلت وينه، والدمع مثل الموت مرات بسكات، من وين ما صديت عينا حزينة، وفي مسمعي صوته صلاة وتحيات، تغيب كنه يلتفت لي بعينه، وموت لا صوت صنيتان بالذات، وهلا ابوي إن جيت أقبل جبينه، والضحكة اللي ما طوتها المعاناة، هذه كفوفي عقب لبنه وطينه، غسلتها ولا غسلت الدفينات، عز الله إن كلنا فاقدينه، ولا كل رجال في قيده اليامات، وعز الله إن اللي بكوا خابرينه، ما هو في قيدة بيت، كل العبيات كم ميت ذكره تجاوز سنينه، وكم واحد حين من حساب الأموات. طبعا هي طويلة، لكن هذا اللي أذكر منها يعني. الله يرحم. الله يرحم الجميع، يرحم جميع أموات المسلمين. الشاعر صنيتان المطيري، نتحدث عن تجربتك في الشعر
وتحديدا البدايه، بدايه النشر يمكن في الثمانينات الميلاديه. ايه وين اول ما نشرت؟ البدايات طبعا بدايات اي شاعر يعني قصصات وقصائد على اوراق، فوجدت يعني منفذها في يوم من الايام، ونشرت عن طريق مجله اليمامه وعن طريق استاذنا الاستاذ الشاعر راشد بن جعيثن. وما كان عندنا غير مجله اليمامه في ذاك الوقت، قليل يعني القنوات النشر يعني. ومن مجله اليمامه كانت البدايات، وبعدين انطلقنا منها. كنت تكتب باسمك الصريح؟ باسمي الصريح. ما نشرت باسمك؟ لا لا، باسمي الصريح يعني. وبعدين انطلقنا عاد منها، كانت في صفحه في جريده الجزيره، بعدها جت في فتره يعني، وصفحه في جريده الرياض. الجزيره كان الله يرحمه عبد الله الثميري، استاذنا عبد الله الثميري الله يرحمه، والرياض كان ايضا بعد استاذنا الشاعر محمد بن زبن بن عمير الله يرحمه. وانطلقنا بعد يعني، صارت فيها عندنا اكثر من قناه. بدأت صفحة في عكاظ، أخونا الأستاذ مهدي بن عبار، بدأت الصفحات تكثر يعني، بدينا ننطلق في أكثر من مطبوعة يعني. تذكر قصائد البدايات؟ لا والله، لا والله البدايات تعرف كانت قصائد، هي لا تحتمل يعني، أنا لما أقرأها الحين أضحك يعني، لكنها تبقى بدايات جميلة يعني، لكن بالذات أنه كان يأخذ منها بيات، ما بقت في الذاكره يعني. انت تاثرت بمين يعني؟ انت لما برزت في مرحله الثمانينات اكيد في شعراء قبلك تاثرت فيهم، من كان من الشعراء اللي يعني اثروا في مرحله هذا الجيل اللي هو جيل الثمانينات؟ كثير اللي كثير اللي جو معك يعني مع سنتين؟ طيب لا، اللي معي كلهم مختلفين، في ناس يكتبون القصيده الكلاسيكيه اللي متعارف عليها في وقتنا، وفي ناس اكتبوا قصائد جديدة بمفردة جديدة فيها شيء من التجديد يعني. أنا بالنسبة لي قرأت في الشعر، طبعا أحفظ قصائد الشعر النبطي، أغلب شعراء نجد يعني الكبار، بسبيل والقاضي وبن شريم، وقصائد ربعنا وجماعتنا وشعارنا الكبار اللي حولنا أنا كنت أحفظهم، لكن هذا لا يمنع أني قرأت الشعر العربي، قرأت يعني بعض الشعراء الكبار، عمر أبو ريشة، نزار، المجموعات هذه، كل الأسماء الكبيرة ذي أنا قرأت لها، فيمكن هالعجينة هذه اللي شكلت شيء من قصائدي فيما بعد يعني. والبرامج التلفزيونية كان لها حضور في يعني انتشاركم أو بروزكم؟ ما عندنا محمد، والله ما كان في برامج يعني، احنا كنا مضايقين الفنانين في برامجهم يعني، بالنسبة لنا كان ما في إلا برنامج البادية والبادية ما كان يقبل شعراء الشباب في من بعض المقدمين، لكن لما أسندت برامج البادية لأخونا وأستاذنا الكبير الشاعر حميد الحربي، بدأ الحميدي حتى طور برامج البادية، فبدأ يجيب الشعراء الشباب في برنامج البادية، فأصبح برنامج البادية اللي تجد فيه يعني النسبة الأكبر كلهم شباب. ليه أول كان يعني يرفضون ظهور الشباب؟ ما في أصلاً، كلهم تعرف شيابنا الكبار الله يرحم من مضى منهم ويطير في عمر الحيين، أغلبهم يعني تعرف برامج البادية القديمة اللي فيها شعراء كبار سن، فيها قصص، فيها محاور يعني، أكثرها رواه، أكثرها يعني عزف ربابة. فلما جاء أبو حمد الحميدي يعني أخذنا طور حتى شكل برنامج البادية، حتى هو طبعا تعرض لمشاكل وتعرض، يقولوا له ما هذا يعني، ما هذا برنامج البادية يعني اللي فيه شباب أغلبهم، فما هم مقنعين يعني بالنسبة لي برامج البادية، أنت تعرف من كان يتابعه؟ كلهم كبار السن، فما راح يراك لا أنت ولا شعرك شيء يعني، بعد ما كان يسمع ناس أقوى منك، وبالنسبة له أنه فيه في في فيه نزول عنده يعني. لكن بدأت برامج فنية، أوراق ملونة، وبدأت تنتشرون من خلال يعني برنامج كان فيه برامج في التلفزيون، يطلعون حتى فنانين الكبار اللي موجودين اليوم، طبعا ناصر القصبي، عبد الله، خالد، سامي، بكر الله يرحمه. ظهرت انت في بعضها، سهره سعوديه؟ اي كثير 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 يعني، برامج اصلا كنا حتى نطلع فيها يمكن كشعراء، فبدوا
هم بدوا كممثلين او كفنانين واحنا جينا وحشرناهم شوي قدمنا انفسنا طيب وطلعنا من عندهم شوي في برامجهم يعني. خلنا نسمع شيء الحين ونكمل حوارنا. نسمع شيء يقول: اعرفك حلم طول عمري وانا هواك، حلم زرعت العمر عرضه وطوله، حلم سكنت سنين عمر تمناك، لا غبت عن بالي ولا طلت اقوله، من وين ما سافرت في عمري يلقاك والدرب يقصر وانت ما جيت حوله، شارب تفاصيلك من اولك لقصاك، اعرف كلك وجه لك وبسهوله، اخيل براقك ولا طالني ماك، مي الظما مير الضلوع مغسوله، اخيل براقك ولا طالني ماك، ميت ظما مير الضلوع مغسوله، هي اعرفك من قبل طلت محياك، يا حلم مدري ذكريات وطفوله، وهذا انت قدامي وهذيك فرقاك، جرح يبي يبطي منوخ ذلوله، كنا الفراق بيوم شوفك هداياك، يا حلمي اللي ما طمعت بوصوله، تدري وش اصعب ما تشوفه بدنياك، انك تشوف اللي تبي ما تطوله. الله صح لسانك. تسلم تسلم. صح ابو نواف، علاقتك مع الشاعر الراحل مسعد الرشيدي الله يرحمه؟ الله يرحم ابو فيصل، الله يرحمه. طبعا هذا مو فقيد، فقيد على الجميع، لكن على اللي يعرفونه اكثر فقيد يعني فراغه اكبر يعني. مساعد شاعر استثنائي بالنسبه يعني لنا، وبالنسبه لي انا هو طبعا اخ وصديق ورفيق، ومساعد يعني لي شيء كثير يعني شخصيا يعني، غير انه يعني ان بغيت الشاعر يعني مساعد، وان بغيت مساعد الانسان يعني ما يمكن تفصلهم يعني. اول ما برز او كتب مساعد رشيدي سند عليك؟ ايه في البدايات ايه ايه، انا سروا مني مره، كانوا عندي ايه سهرانين في البيت وسروا، تفاجأت في اليوم الثاني انه الله يذكره بالخير صديق الشاعر غازي العكشان ايه لقيته مسير علي في البيت، فاعطاني ورقه وقال لي هذه سلم عليكم سعد، يقول عطها عطتني، فقلت وينه، وقال مشى لابها، طبعا كانوا عائلته هناك موجودين، واخذتها، والرجل كان يغني على رايه فيها انه يغني لين طول الطريق لين وصل بها، فكتبها وارسلها زين، بس انها طبعا هي من البدايات جدا 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 يعني لمساعد ايه يعني بالنسبه لي انا الله يرحمه، يقول تسيل الدموع وينبت الجرح يا ابو ريم، والله اني ما ادري الشطر الثاني، لكن يقول انا الضام يلي يوم ناظر سوادة غيم، نثر بذرته قدام وبل المطر ياتي، تسرعت بالفرحة حسبت الخيال مديم، مثر حظي اقصر من مسافة طموحاتي، وانا اليوم في مفرق طريق الضياع مقيم، وش اللي بقى ورجيه عقب الذي فاتي، هذا الحال يصنيتان من قبل سين وجيم، حروف القصيدة لحفت سر مأساتي، مجرد مشاعر جامحة جت بلا تنظيم، لعل وعسى من كالصدى يجمع اشتاتي، الله يرحمه. فيها يا هلا بعدين فيك؟ لا انا صار لي فترة ما كتبت شعر، لما يوم ارسلها صار لي فترة ما كتبت، ما 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 صار جديد يعني، ف انا والله اني بالعكس انا جالس اتذكرها والله زي الحلم زي الحلم، لكن اذكر اني قلت له: هلا هلا فيك يا صوت تشكل سحاب الديم، غسلني مطرها وانبت الشعر في ذاتي، هلا فيك لو اني قبل دالهن ومسيم، ادور دروب ما تودي العبراتي، هلا فيك يا مساعد لو الجرح قبلك سيم، يسابق قصيدي ينفز عتك خطواتي، رفيج الياشانت لقيته له التكريم، باقف معه لو هو عرف قل حيلاتي، والله للأسف أني ما أذكر البقية، لكن بعدها عاد انطلق مساعد. في موقف طريف بينك وبينه؟
ما في والله يا اخي، توارى يعني انتشر بين الله يرحم اصدقائك. الله يرحم هو هالبيت هذا اللي صار اشهر من قصايدنا يا اخي كل ابونا، لا انا ولا هو يا اخي. ايه اللي جبت الدجاجه بلا كرع عندي. ايه هذه اخذت الصدى يعني الى درجه ان حتى في ايام عزاه الله يرحمه، ايه اللي حولنا كل ابوهم اللي يقدمني يجي يقوله لي يعني وش ما قدموني الواحد. ايه قالوا وش قال؟ ما يعني هو بيت يعني هو بيت خفيف بس تعرف مساعد، كان كل شيء يكتبه كان يحصل صدى. ما في والله، كان ظهر ضيوف جونا وطلع هو، انا جلست والشباب اللي موجودين ومساعد الله يرحمه طلع يجيب عشاء. ايه والظهر نستعجل الله يرحمه، ف مع الظهر عشانه كان بروستد او كذا، جاب نص وخلى نص. ايه ويوم جاء وفتشنا العشاء كان الضحك يعني، فبدأت بدأ يغني الله يرحمه اللي هو جبت الدجاجة الظاهر بلا كرعان، ضحك علي الفلبيني. إيه كله سبا يبكي صنيثان في سجة البال معدين. الله يرحمه الله يرحمه أبو فيصل. علاقتك بعد بالشاعر ناصر سبيع أبو فهد في موقف بينك وبينه، وكتبت قصيدة أيضا يعني كان يطالبك أنك تنشر. أبو فهد ناصر سبيعي هذا عراب الساحة يعني، أنا بالنسبة لي اخ وصديق ونفس الشيء من 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 رفقاء الدرب من البدايات. هو ناصر تحسب له ايجابياته على على الساحه كثيره يعني، بدا في جريده الظاهر صحيفه السياسه، وكان عنده صفحه من اجمل الصفحات اللي كانت موجوده وكانت حلم اغلب الشعراء انهم ينشرون فيها يعني. ناصر عنده ذائقه وعنده قدره في، وبعدها نجح ايضا في مجلة المختلف، كانت مجلة المختلف حدث غير طبيعي في الساحة، وخرجت يعني خرجت كثير من الشعراء يعني. وناصر إلى اليوم أعتقد ناصر موجود، لكن اللي قدم ناصر شيء كبير يعني. ناصر يعني بالنسبة لي أنا يبقى ناصر صديقي وأخي الغالي يعني. لكن أذكر يمكن أنت تسأل عن يا أبو فهد. صحيح. ناصر اتصل علي مرة يسألني عن جديد، وعادته وافي مع الجميع والله، وحريص رجل عنده مجلة ويبغى ما عندك، فما كان والله موجود عندي. فيعني أعتقد يعني أنه اتصل علي مرة ثانية مرة ثالثة مرة، قلت والله ما عندي شيء يعني، عندي شيء ما يسوى يعني. قال يعني فهو من باب الله يجزاه خير، من باب أنه ثقته، قال بالعكس أي شيء لك يسوى يعني، أي شيء عندك يسوى يعني، ما عندك مشكلة اي شيء يعني. فقلت مو اي شيء يعني، ما اقدر انا انشر اي شيء بالنسبه لي يعني، كان عندي انا محاذير شويه في القصائد، مو اي شيء ينشر يعني. انا كنت اخذ موقف ذاك الحين في الساحه شويه من الزحمه اللي صايره والاسماء، بعض الاسماء في اسماء جميله طبعا، لكن في اسماء ما كانت اخذ نجوميه، هي ما تقدم يعني، ما كان فيها، ما كان انتاجها يشفع لها انها تزاحم يعني الصفوف الاولى يعني. ف سبحان الله جت يعني، انا كنت بقول ابو فهد يعني بيني وبينه انه مو اي شيء يعني، حتى لو صنيتان او مساعد او اي شيء، مو اي واحد، ولا حتى الاسماء الكبيره يعني، حتى في شعراء الشعراء العرب الكبار وشعراء في عندهم شيء يسمحون بتداوله، وفي اشياء عندهم مستواها ما يسمح يعني، او تكون خاصه او يكون فيها شيء يمنع يعني. فكتبت قصيدة وبالعكس نشرها أبو فهد، وكانت لكن أثارت عليك يعني، فكان فيها موقف لي يعني، ما هي موجهة طبعا لأبو فهد. إيه؟ لكن أتذكرها أن يقول يا أبو فهد ما كل ما كتب ينقال، ولا كل ما ينقال بالذهن مكتوب، فرق القصايد فرق راحل ونزال، وفرق الرجال اللي له اجسام وقلوب، شعر يموت وصاحبه حي ما زال، وشعر تجاوز مرحلة شخص للشعوب، والشعر له في داخلي قدر وجلال، لا ما عرفته فيه جيني ومسحوب، جرح نبت بين الحنايا ولا زال، قبل الورق لا يعرفه حرف وسلوب، والشهرة اللي مطرت لي على بال فضل من الله واحمده قاضي النوب، لو انها
ما هي بهراس هالمال، ما يستر عيوب الرجل لبسه الثوب. الله. والشهرة اللي مطرت لي على بال فضل من الله واحمده قاضي النوب، لو انها ما هي بهراس هالمال ما يستر عيوب الرجل لبسه الثوب، الرجل لا عدى على راس ما طال لحد نجح طيبه ولا ساتر عيوب. الرجل لا عدى على راس ما طال لحد نجح طيبه ولا ساتر عيوب. واليوم كل صار بالشعر يختال، وكل يقول انه على الشعر محسوب، صار الشعر للي ورا الشعر مدخال، ما هو لذاته فن يغري ومرغوب. يا ابو فهد تدري وندري عن الحال، اخوان يوسف هم سبب دمع يعقوب. الله، صح لسانك صاحب يدين. طيب نسمع شيء في الغزل. في الغزل انت بتعيدنا لايام الغزل. كبرنا خلاص يا رجال. لا ان شاء الله لسه. خلني اختار من قصائد البدايات. يلا. اللي فيها غزل بعد. اللي فيها غزل. لانك بعدين يمكن خلاص وقفت. يعني لا استمريت بعدها، لكن كانت هي بدايات من القصائد، واخذت يعني اخذت في وقتها يعني. اللي هي قلها وريحني. هذه غناها بشار السرحان. اللي غناها بشار السرحان الله يذكره بالخير. هذه فيها يمكن مفردات انتقدت عليها بعد. صح؟ اي شوي كانت قصيدة متفتحة شوي يعني. اللي هي رغم انها ما كانت بالنسبة لاعمارنا ذاك الوقت وبالنسبة لجيلنا ما كان في شيء جديد، ما كان فيها شيء. لا انتقدت على بعض المفردات اللي يعني فيها معني فيها شغلة انه ما في داعي للخجل اللي مكسوف، يعني ما كانت كلمة مكسوف مكسوف يمكن. يعني في مفردات ما كانت شعبية عندنا موجودة يعني، ممكن في مناطق ثانية، لكن في نجد يعني يقول قلها وريحني ولا تجعل الخوف، قلها وريحني ولا تجعل الخوف يطغى على احساسك ويفرح زماني، قلها مدى مسمع وبعيوني يشوف، ترى اللي قا عمره مجرد ثواني، ما فيه داعي للخجل ليه مكسوف، عليك متوقف مصير الأماني، الكلمة اللي تنتهي بأربع حروف ارفع بها صوتك وزلزل كياني، مشتاق نسمعها وبالحيل ملهوف، ارجوك وضح لي حقيقة مكاني، لا تربط الكلمة بتوقيت وظروف، أخاف ما يسمح بها الوقت ثاني. قلها وريحني ولا تجعل الخوف يطغى على احساسك ويفرح زماني، قلها مداها ما اسمع بعيوني اشوف، ترى اللي قمره مجرد ثواني، قلها وريحني ولا تجعل الخوف يطغى على احساسك ويفرح رح زماني، قلها مداها ما اسمع بعيوني اشوف، ترى اللي قمره مجرد ثواني. شاعر سنتان المطيري، كان لك حضور مختلف نوعا ما عن بعض شعراء جيلك، اللي هو المشاركة في الأعمال الدرامية والمسلسلات من خلال كتابة النصوص الشعرية، المسلسلات البدوية. المسلسلات البدوية دائما ما نرى اسم سنتان المطيري حاضر. لا هذه يمكن الظروف فيها ظروف خدمتني بحكم علاقتي في بعض الفنانين مثل الله يرحمه الفنان بكر الشدي، مجموعة خالد سامي ومجموعتنا، كنا مجموعة كلنا واحدة في الجمعية، وكان يعني كنت أقرب واحد يمكن اللي متواجدين في الجمعية، كنت أنا وعناد شاعر عناد مطيري الله يشفيه طبعا ويرجع يرد لنا بالسلامة إن شاء الله، فكان إحنا اللي متواجدين في الجمعية بحكم وجودنا كل يوم، صارت فيها من في علاقة بيني وبين الفنانين حكم يعني بالمسرح في الجمعية في البرامج اللي قلت لك قبل شوي، حتى لما قدموا مشاهدهم الأولى هم كوجوه جديدة، حنا كنا
مزاحمينهم شوي كشعراء جدد يعني، فخرجنا احنا من قنوات اللي خرجوا منها يعني، هم نفس القنوات يعني. فأذكر أني كنت أنا أنتقد المسلسلات البدوية اللي كانت تعرض في نفس الوقت. أي. فانتقوا يعني انتقدتها يعني حتى أمام مخرج كبير مثل منذر النفوري، المخرج منذر النفوري الله يرحمه من كبار المخرجين اللي قدموا الكثير من الأعمال يعني. فنقدت المسلسلات هذه قد عنده. أي. قلت له يا أستاذ منذر، البرامج اللي تقدمونها هذه لا تعكس البيئة اللي أنتم جالسين تخدمون. يعني تلقى القصة على شخص من الشمال، والقصيدة اللي موجودة تلاقيها قصيدة رجل من الجنوب، شاعر من الجنوب، ما لها علاقة بالقصة. القصيدة اللي تعزف على الربابة ما لها علاقة في القصة، كل واحدة لها تاريخ ولها حدث ولها ما في علاقة بينها. وإذا يسمعوك الجماعة أنت المسلسلات البدوية والسهرات اللي كانت تقدم، هي كانت تقدم يعني يقدمونها لفئة معينة يعني اللي هي البادية يعني عندنا أو اللي يهتمون فيها. فلما يسمعونها كانوا يضحكون يعني، يقولون مش جاب قصيدة ابن سبيل القصيدة مثلا كنعان الطيار، ما في علاقة بين ولا جغرافيا ولا تاريخ ولا شيء. فكنت أقول له إذا بغيتوا تنتجون مسلسل أو تقدمون مسلسل لا تشركون، حتى أحيانا يجي فيها فن في المسلسل البدوي يجينا فن ما هو فن مثلا سعودي، فن يعني خارج عنا يعني. فصارت نقاشات بيني وبينه وبين الله يرحمه بكر وبين مجموعة الفنانين اللي كانوا يعملون الأعمال هذه، الأعمال الدرامية البدوية يعني. بعد فترة كلمني الله يرحمه بكر الشدي بالتليفون، قال وينك؟ قلت موجود في كذا، كنت في الجمعية وبطلع. قال أنا عند منذر، كان منذر له مكتب في المربع هنا، مكتب مؤسسة، يا ليت تجي. جيت. فقال أنا عندي مسلسل اسمه عيون ترقب الزمن، وأنا إذا كنت أنت ناقد ساعدني أحل المشكلة يعني. أي. قلت وش المطلوب؟ قال اختار لي القصائد اللي تلائم المسلسل. ففعلا اخترت له بعض القصائد، في قصائد موجودة لبطل القصة الحقيقي ما تعرضنا لها. أنا أي. بالنسبة لي قلت تبقى القصيدة ما زالت لشاعرها الحقيقي يعني، لكن فيه فراغ في المسلسل 13 حلقة، ما يمكن طيب الرجال له قصيدة قصيدتين شو بتسوي. فعطيت بعض القصائد اللي عندي. أي. وكتبت بعض القصائد لبعض المشاهد. أي. وكان قصائد جديدة. أي. أي. طلع المسلسل عيون ترقب الزمن، كان طبعا فيه نجوم الدراما العربية يعني في سوريا والسعودية وبطولة نجوم من الشباب هنا، ونجح عيون ترقب الزمن. بعدها صارت أي واحد عنده مسلسل بدوي أو مسلسل دراما اتصلوا في سنتام طير يعني، يا مقدمة يا قصيدة يا طيب أين أو وينك عن الأغنية؟ يعني ما لك حضور في الأغنية يعني، يمكن الأغاني أو القصائد المغنى لك قليلة جدا. سلام عبد الله يمكن غنى لك. هذا نعلم كيف فنانين شعبيين، عبد الله الصريخ، سلام عبد الله، من الأصوات اللي كانت موجودة ذاك الحين الشابة يعني، محمد عبد العزيز، الفنان محمد عبد العزيز الله يذكره بالخير، نبيل خالد، من الأصوات كانت القوية، عبد الإله منصور، في أصوات كانت تمثل المملكة حتى في مهرجانات وتقدم. فكنت أنا مركز على أني نصنع فنانين جدد يعني، الفنانين الكبار يبي لهم خطوات شوية يعني بعيدة يعني. لكن مع ذلك أنا صحت الصدق ما كنت مهتم في الأغنية، العيب عيبي وليس عيبي. رغم علاقتك يعني مع كثير من الفنانين رغم علاقتي الكبار. إيه والله علاقتي فيهم طيبة، بس أني لا هو طلب مني ولا أنا عندي استعداد أني أقدم له قصيدة إذا هو ما يطلبها يعني. إنك لو قدمتها أنت يعني شاعر، الرجل يعني الشاعر يرى أن في شعر، عندك تحفظ عليها من ناحية يعني شرعية أو دينية؟ لا لا لا، كان الوالد مجرد احترام أي. لشعرك، منك ما يمكن تسوقه يعني. أي. إذا هو ما يطلب ما عندي ما يعني. أنا أذكر إنه في ملحن عندنا هنا اسمه محمد بكر يونس، موجود أي. محمد يونس هذا ملحن، هذا الرجل أخذ مني نص غنائي يعني، فكان يدندن فيه، فهو يقول لي، هو نفسه يسولف لي، وهذا يمكن يسمعني الآن، فيقول كان بجانبي في الفندق كان
بجانب فنان كبير من الفنانين الكبار الآن الموجودين الله يذكره بالخير، ما راح أقول اسمه، فكان يكلم بالتليفون. فلما خلص الفنان من مكالمته التفت لمحمد قال إيش كنت تدندن قبل شوي؟ فمحمد يقول دندنت لنفس الأغنية هذه اللي بيني وبينه يعني. فقال هذه لمن؟ قال هذه لفلان شاعر اسمه سنتان مطيري. فقال كلمه تكلمه يعطيني اياه. فكلمني محمد قلت طيب تكلمه يطلبها مني؟ يعني انا كلمه؟ ليش يعني ايش المشكله كلمته اذا اذا بيساهم بنشر قصيد؟ انا ما عندي مشكله لا يعني كانت في وقتنا احنا انا بالنسبه لي يعني طيب انا ما عندي يعني اذا عجبك انت النص يا اخي تعال يا اخي خذه مع قدوتهم وفنانهم الكبير هذا هو موجود محمد عبده راح الفايق عبد الجليل في الكويت واخذ منه نص. هذا الفنانين الموجودين الان يتصلون في بعض الشعراء ويطلبون منهم نص، لكن انت اذا عجبك النص ليه ما انت ما تطلبه؟ طيب ايش يضرك انت كفنان كبير انك تطلبه؟ وليكن كاتب شاب شاعر جديد وليكن طيب. فقلت له طيب هو ليه ما يطلبه مني؟ يعني على الاقل انا احس انه يعني رايح النص مني بشيء قيمته يعني. فقال طيب انا بتوسط بينكم انا اللي احل القضيه بينكم. قلت بكيفك. فهو ما قدر الظاهر ما قدر يقنع الفنان. لكن ايضا انا اقول ان العيب فيني انا. وش النص كان؟ اي نص؟ هو غنائي يعني لا تساليني موعد اللقيه متى انسي متى كلمه متى انت وانا ما نلتقي صيف وشتاء. إيه يعني كان فيه في غنائي هو مو قصيدة نبطية. لكن أيضا يعني أنا بقول لك مع أن علاقتي معهم كلهم جميلة ومع أني أحترمهم كل أبوهم يبقى العيب فيني أنا من جهتك. من جهتي طيب أنا صدق يعني. سلام العبد الله الله يرحمه غنى لك يا عيد يا عيد تدري سلام العبد الله هذا أكبر دليل على الكلام اللي كنت أقوله قبل شوي. الله يرحمه سلام العبد الله فنان الكبير. هذا سلامه صار معي لقاء انا وياه في تلفزيون البحرين. زين اتصل عليه ورحت وسوينا لقاء انا وياه. فالمذيع يسالنا ويقول على هالعلاقه اللي بيني وبين سلامه الى درجه ان سلامه يختار من يطلع معه يعني. يعني ولا انسى له هالموقف يعني في بداياتك ويطلبك تكون فنان بحجم سلامه معه لقاء ويطلبك تكون معه. فلما خلصنا قالوا مع ان العلاقه اللي بينكم تفاجئوا في البرنامج انه رغم هالعلاقه اللي تربطني بسلامه ما بيننا تعاون. طبعا فنان وانا شاعر. سالونا في تعاون قلت لا والله ما بيني وبين سلامه تعاون. فعلا بعد فتره يمكن كنا في قبل رمضان في العيد ما نشرت قصيده يعيد ما يعيد مالك فرحه في عيوني نسيتني ما ادري زماني نساني. تفاجات ابو عبد الله الله يرحمه يتصل علي ويطلبها. قلت حلالك يعني وغناها ابو عبد الله في ذاك الوقت واخذت يعني نسمعها. يا عيد مالك فرحه في عيوني نسيتني ما ادري زماني نساني ما قدرت افراحك تعانق اشجوني احزاني يكبر من كلامه التهاني حاولت جاري فرحتك وكشفوني لجيت بضحك ما استمرت ثواني ياخذني الماضي وصارع اظنوني وراجع ايام مضت من زماني ايام لو راحت حشا ما تهوني نسيانها صعب على من يعاني يا ليتهم يدرون من غلطوني ان الهوى ما عاد له عصر ثاني ويا ليتهم يدرون من عايدوني ان الفرح ما له بقلبي مكان. من الله يعني. ابو نواف انت شاعر حزين الظاهر يعني الظاهر ما ادري والله يعني ما اختاره والله يعني هو اختارك يعني اعتقد انا اعتقادي كذا. ودائما اجي حتى لو القصائد اللي عندي دائما تميل في هالاتجاه هذا انا ما ادري ليه يعني كان بيني وبينه علاقه يعني. لكن صدق يعني اكثر قصائدي فيها المسحه هذه مسحه الحزن. لكن في الرثاء وفي الامور اللي زي هذه الحزن مسيطر عليك من البدايه يعني ما عندك ما هو جوك اللي. لكن في القصائد الثانيه اعتقد انه إيه في مسحه حزن موجود. لا زال الحزن في حياتك او لا؟ والله رغم انه والله الحمد يعني
أنا سعيد جدا يعني كرب أسرة، يعني في عندي أسرة جميلة، عندي بنات، عندي عيال، عندي كلهم مالين علي الدنيا هذه، عندي الحمد لله ناجحين متفوقين، ما عندي مشكلة ولله الحمد. لكن أنا اليوم يمكن أب مدلل يعني، صحيح يعني أني أب مدلل يعني، لكن يمكن في القصائد الأولى اللي راحت إيه القصائد اللي راحت في فترة الشباب، فترة التنقلات، التفاعلات اللي تجي تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة الغزل، مرحلة المراحل الأولى يكون فيها بعض الأمور هذه، لكن في المراحل الأخيرة لا والله أنا ما عندي الإحساس هذا، بالعكس كل الحياة اللي أنا عايشها أنا ما أشوف فيها إلا فقط رحيل من نحب، يمكن هذه يمكن ما يعني ما أنا لو صارت حادثة زي حادثة الوفاة، لو صارت حادثة زي مرض زميل صديق ما تمرن علي بسهولة يعني، أنا يمكن تهزك شوي وتطول طيب. طول معي يعني، تطول صدق يعني، لأن أنا أذكر أحد الفلاسفة يعني أو أحد يقول إنه نحن لا نموت دفعة واحدة، إحنا نموت على أجزاء، فيقول الموت لما يأخذ حبيب يأخذ جزء، ولما يأخذ رفيق وصديق والناس اللي شاركوك في الحياة كل يوم يأخذ منك جزء، فما يبقى إلا جزء بسيط يجي يأخذه عاد في الأخير يعني، فأنت عايش في حياة أنت جالس تفقد فيها ناس، جالس تفقد فيها أصدقاء، أب، أم، أخوان، أهل، ربع، فيكون طبعاً الأمور هذه لها 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 لها, لها تأثيرها عليك يعني، لكن يعلم الله أني ما اخترت الحزن لا والله. يا عيدنا لك فرحتنا نص آخر لك أبو نواف اللي هو أكذب عليك، هذا من النصوص طلب غناءها لكنك أنت يمكن انتشر يعني، نبغى نعرف قصته هذا. ما أدري والله أنا ما أشوف القصيدة عادية جدا، يمكن لأن فيها فيها أشياء يعني ما هي غزل، فيها أشياء يمكن وجع مشترك عند الجميع، ممكن هم مشترك نفس أقوله يعني، لكن فيها 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 شيء يعني، أنا حتى أنه وجدتها محفوظ يعني الناس حفظتها بشكل غير طبيعي، حتى في تويتر وجدت كثير من الناس تسألون يعني، ومنهم أسماء مثقفة كبيرة يعني، أنه هل النص هذا لك؟ إحنا ما كنا نعرف أنه لك، حافظينه وهم يعرفون لي يعني، فانتشر. أنا ما أدري كيف انتشر، يمكن بساطتي، يمكن ما أدري، ما في شيء يعني زيادة يعني عن، لكن النص يقول أكذب عليك إن قلت لك شيء عادي، وأكذب عليك إن قلت عدت ومسموح، لو شفتني ساكت وجامل وهادي أضحك وأنا كلي حزين ومجروح الضحك في وادي، وأنا يم وادي لو كان ما حزني على الوجه مفضوح نمشي سوى لا شك بالدرب غادي، وين الحزين وين ابو ضحك ومزوح حلم رسمته كان غاية مرادي، حلم رسمته كان غاية مرادي، شوف وش بقالي منه يا مغري البوح، جرح توسط في حنايا وفوادي، وليت الجروح ضيوف يومين وتروح، وش طالنا من هالقيم والمبادئ، وش طالنا من هالقيم والمبادئ، بيض نوايانا على غير مصلوح، بعثر ورقنا هالزمان الرمادي، والأصعب على الإنسان من غربة الروح. الله، هذه فيها هم ووجع، يمكن اللي ساعد من انتشارها يمكن أن الهم معاناة لك أنت شخصيا، هم ما هي هم، يمكن هم مشترك ووجع مشترك يعني،
انه فعلا واجد اللي الزمن بعثر الاوراق يعني، وتبقى يعني مثل ما الحقيقه لها 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 ثمن، المبادئ والقيم ايضا لها ثمن يعني. هل دفعت انت ثمن لمبادئ معينه عندك او؟ اي طبعا طبعا دفعت ثمن مو سهل يعني، يليق بهالمبادئ ويليق بهالقيم يعني. لكن ايش هي هذه المبادئ اللي؟ كثير اشياء كثيره يعني، انه انا ما انا الشعر اذا ما يزودك جمال، اذا ما يزودك قيمه، لا تجعل منها يعني وسيله لانقاصك او انقاص الاخرين، او انا اعتقد يا اخي الشعر جزء من الادب والادب شيء اكبر من انه يعني. لكن القيم والمبادئ طبعا كل انسان عنده قيم ومبادئ وحافظ فيها حافظ عليها راح يدفع الثمن باي حال يعني، في كل مجال يعني، وليس في زي ايش يعني؟ كثير يعني، انك ما احترامك لشعرك مع الفنانين وانك ما يمكن تسوقه، التعامل مع الشعر على انه فن وعلى انه موهبه وعلى انه شيء ادب يعني، بحيث انك ما تجعل شيء مبتذل قدام الناس، او انك تسيل لنفسك او تسيل الشعر زين، قصائد انك تصير شاعر رخيص تمدح من هب ودب، تمدح ناس يعني، ينزل الشعر يعني تتحول الى وسيله يعني، هذه فيها اشياء، انك 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 تشارك في تدعى في مهرجان انت مت مقتنع فيه شخصيا، انت مت مقتنع فتعتذر منه، لما تشوف الاسماء اللي حولك ما هي نفس تجربتك ولا نفس تاريخك ايضا خذ موقف يعني، لما تشوف لك برنامج مهما كان له من صدى مهما كان له من جماهيريه انت لك راي فيه مخالف، فلا انت لا تنساق للاخرين يعني، انت احتفظ في رايك وطبقه انت يا اخي، اذا ما تطبق انت رايك من اذا ما حافظت انت بسلوكك على موقفك يعني، تنتظر من الاخرين انهم هم يقفون الموقف هذا، في كثير من القضايا وفي في في اشياء المدح وما المدح والتعامل مع الامور هذه اللي ما انت مقتنع فيها، تدعى احيانا لبعض المناسبات على مستوى القبيله يعني كزواج، ايه انك تلقي يعني ترفض المشاركه في الشعر في الزواجات؟ ايه طبعا ترفضها. ايه طبعا، وهذه من الاشياء اللي كنا نتحدث فيها قبل شوي، انه عندك قيم، عندك شيء ثابت انت ما تغيره يعني، المبادئ اللي يعني اي يعني، انا ما اشوف ان ليش ترفضها يعني، مع انه مشاركه يعني يا اخي ما ما عندي مشكله، حضورك انت اصلا مشاركه بالفرح، حضورك كشخص موجود هذه يكفي يعني، لكن انت ما تقدر تلقي شعر والناس حولك كل ابوهم ما هم يوم الشعر يعني، العالم جالسه تستقبل وتودع والناس تسلم على بعض، انت جالس تقول شعر لمن يعني؟ في مره بغيت تقدم قصيده او شيء، طلب منك تسوي قصيده في مناسبه؟ ايه هذه جميلة، صار موقف يمكن هو اللي بعد غريبة يعني، في أحد الزواجات شخصية محببة عندنا يعني لها قيمة في القبيلة وفي المجتمع يعني، فعزمني الله يذكره بالخير وجينا، فكانت أغلب شيوخ القبيلة ورجال القبيلة موجودين الله يذكرهم بالخير، جلست أنا متفق أنا وياه طبعا أنه ما يدعيني، أنا أعرف أن في عنده داعي شعراء وعاملهم منصة في الزواج فأنا متفق أنا وياك، قلت ترى والله حتى زواجات عيال أخواني وأهلي وربعي القريبين يعني والله ما أقول فيها شعر، فأنا ما أحب يعني، فقال أنا على وعدي لك حضورك يكفي، قلت بيض الله وجهك حضرت، وأنا جالس عنده جاني هو قال والله إني على وعدي لك، لكن والله الشياب اللي جالسين ذولي شيابك اللي موجودين هم اللي يقولون قوم صنيتان، خلي صنيتان يقوم يشارك بدال، وكان على الطاوله في شباب واعتقد ان الشباب ما هم مرضين ما رضوا الشياب اللي موجودين ما عندهم، فقلت يا ولد يا ابو فلان، قال والله هم اللي طالبين مني، شوف شيابك لهم حق عليك، ممكن اكسر القاعده هذه اللي انا ملتزم فيها، فقمت قدموني بالميكروفون فلان الفلاني، وقمت لما جيت عند الطاوله
الثلاثة اللي موجودين رفضوا كلهم يقومون، ولا واحد منهم قام عشان يعطيني كرسي أقعد عليه. فأنا مرتاح ما بيني وبينك، مبسوط يعني، كنت أقول لهم برافو عليكم، الله لو إني مكانكم ما أقوم. كل واحد منهم يقول للثاني اللي جنبه قم أنت يعني. فما قام واحد منهم ولا واحد منهم. المذيع انحرج، راعي الحفل انحرج، أنا بالنسبة لي مبسوط يعني، على الأقل قدرتهم، لكن وجدت عذر شرعي كبير يعني. فكنت أقول لهم من وراء الرجال برافو عليكم، ولو إني منكم والله ما أقوم. فجلسوا ورجعت أنا وقعدت. زين يعني أنا حسيت لحظتها في وقتها إنه الأصوات هذه طبعًا الشيء اللي قاموا فيه مو منطقي يعني، إنك لو أنا مكانهم على تجربتيها وقدم شاعر ثاني بقوم وخلي له المكان يعني، لأنه بالدور يا الناس يعني. لكن أنا في الأخير أقول من حقهم يعني، في أصوات ما لها مجال إلا في الحفلات اللي زي هذه، فلا تجي أنت تضايقهم. هذا ما نشوف لك منبرهم الوحيد، خلهم يجون يقولون يا أخي قصايدهم يا أخي ليه لا. هل ممكن نشوفك في الأمسيات الشعرية اليوم في حضور وعودة للأمسيات الشعرية من خلال يعني هيئة الترفيه؟ أي طبعا، ما تنظمه من أمسيات الآن، والله جهد، أنا بالنسبة لي جهد يشكرون عليه، والأسماء اللي قدموها أسماء جميلة، وبالذات أنه يشرف عليها طبعا أخي الغالي يعني صديقنا وشاعرنا وله تجربته وله تاريخ، عبد الله حمير، عبد الله بن حمير القحطاني، رئاسة اللجنة خدمت، والأسماء اللي شفناها إلى الآن مقنعة وجميلة. زين عودة الأمسيات أصلا يعني أنا بالنسبة لي جميلة، في يعني ممكن نشوفك في موسم الرياض بالعكس يعني، بالعكس، وأعتقد أن الأسماء اللي قدمت كلها مقنعة، أتمنى أنهم يستمرون على هالرتم، بحيث أنه ولو أنه أمسية واحدة، أمسية لشاعر واحد ومنشد واحد، أنا أحس أنه في حمل عليهم كثير يعني، لو خلوها يعني شاعرين والثالث يكون الثالث يكون منشد. طيب لكن شاعر واحد منشد واحد أحس أن فيها ثقل على الشاعر، لأنه لازم يملأ الوقت ولازم يقول كل شيء، وأخشى أنه ينزل المستوى، مستوى الأمسية يبدأ يهبط يعني. في قصائد لك أو أبيات تنتشر لك في تويتر من وقت لآخر، يعني ما هي قصائد مكتملة؟ لأنه تويتر تعرف ما يعني في 48 حرف ما يعطيك مجال، يمكن في الأخير زودوا عدد الأحرف، لكن هي رسائل صغيرة يعني، رسائل يعني تمارس فيها على الأقل، وهي بعدين هي على قد اللياقة الحين يعني، اللياقة عندنا الحين احنا كبرنا شوي نسمع منها. اي فكثير والله، كثير أبيات انتشرت يعني، ما أذكر يعني، يمكن أكثر شيء انتشر اللي هي إنسان وطبعي مثل طبع النباتات، تحتاج ما تطلب وتعطي بلا صوت، إلى ارتوت تنبت على الأرض بسكات، واللي ضمت ما ترجي الناس وتموت. الله. يعني في كثير من القصائد اللي قل يا زمن مشكور واشكر لياليك، يعني هذه أخذت لها فترة يعني. في قصائد، في أبيات أنا ما أدري والله، يمكن يعني من حسن الحظ يعني، وتعرف تويتر فيه رتويت، فيه شيء، في قصائد أحياناً، في أحياناً سياسية، في أحياناً اجتماعية، في أحياناً وطنية، في أحياناً شيء كثير يعني. لكن تويتر فيه تفاعل أسرع مما كنا إحنا نعرف، إحنا من أول ننشر القصيدة في جريدة، متى يجيك الرد ومتى تعرف التفاعل الناس معها بعد فترة طويلة يعني. جميل جدا. الشاعر سنيتان مطيري، أنا سعيد جدا في هذا اللقاء والحوار. وأنا والله سعيد يا محمد، وأنا يعلم الله أني من اليوم أسولف كأني أسولف في 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 أنا وياك في حوار خاص. الله يخليك. لا رتبت المسألة. الله يحفظك. وقلت لك اتركها تلقائية. طبيعي. أكيد. لكن في الأول وفي الأخير. الله يسلمك. البرنامج هذا أنا من متابعينه قبل ما أكون ضيف عليه. ولهذا أنا سعيد جدا فيه، وسعيد فيك، سعيد في كل. وهذا شرف لنا، وقبولك دعوت برنامج وينك شرف لنا، لأني أنا أعرف أن أنت رافض في السابق ورافض مبدأ أو بالعكس العمل. أنا والله سعيد جدا، وأتمنى يعني تعرف أنه أنا صار لي فترة طويلة غايب، أتمنى هالأشياء اللي قدمتها أنها هي جلسة خوية يعني، حوار
تلقائي، ما بغيت أنا يكون مزحوم في بعض لغته، ما بغيتها تكون يعني صعبة شوي، وما بغينا نخليها البساطة أحمدي على ما يقولون بكل يعني. بكل تأكيد. وأتمنى أن قدمنا شيء يستاهل يعني. بكل تأكيد أبو نواف، خليني أطلب منك نختم بقصيدة هالمرة على ذوقك. نختم، يقول: ما عاد لوجيها المشاعر مهابة، راحت مغاتيري عوضها مجاهيم عطشة، عيوني لو عليها سحابة، والخوف بضلوع نزلها معازيم، جرح مسير الوقت يشرب عذابه، وجرح الياجة موجع حيل ومزيم، سمت وشريت اللي مضى وسفابه، طيب بذلته عقبها بردة سيم، صديت عنها طيب صارت طلابه، عصر الردى شوه جميع المفاهيم، يا كبرها والهم نوخ ركابه، يشينها صارت عجاج بلا غيم، قالوا غريبة قلت وين الغرابة، الطيب مثل الرزق حظ مقاسيم، قالوا غريبة قلت وين الغرابة، الطيب مثل الرزق حظ ومقاسيم، رجل اللي أنا شتها العلم جابه على المراجل، متعب العمر وفهيم، واحد اللي يسولف تعرت ثيابه، ويفتح على نفسه دروبه المثاليم، يا هلال هي صدق الليالي تشابه، يا هلال هي صدق الليالي تشابه، وللجروح اللي ضمت جالها ديم، من جيت اطمنها جرحت المهابة، ولعاش راس يقبل الذل والضيم، من جيت برفعها تذكرت لابه، وشرها تربوع عشقها حنيف وغنيم، اخترت صمتي يوم غيري شقابه، وحياك يا طيب نمزونه مراديم. الله سلامتك. الله شكرا جزيلا لك. الله يعطيك. ان شاء الله ما في صمت بعد اليوم. لا باذن الله، ونفرح فيك بكل وقت ان شاء الله. الله يسعد ايامك، وانا سعيد جدا، وكل الشكر يا رب.